اهلا بيك كابتن مدحت، وحشني جدا. وحضرتك نسيت تقول واخو رئيسه النادي، يعني في التايتل بتاعي يعني. طبعا السيده سحر عبد الحق يا رئيسه. الفيلم بتاع عادل امام لما كان بيزور مركز الشباب، الفيلم بتاع عادل امام كان بيزور مركز الشباب وبيتعرف على اللي كانوا موجودين، قالوا انت تبقى ايه؟ قال انا ابقى نسيبه. لا انت بصماتك طول الوقت في نادي النصر، كلنا بنعرف كده يا دكتور الحقيقه يعني. طيب مبروك اولا طبعا لنادي النصر. كلمني عن يعني مستقبل فريق نادي النصر الفتره القادمه. بص يا كابتن، احنا النهارده كان اخر مباراه لينا في الدوري، والفرقه خدت اجازه كام يوم، هيرجعوا تاني او تالت يوم رمضان. وطبعا اللي هيرجع اللي هيبقوا موجودين متواجدين قوام الفريق اساسا. مش هنغير السيستم بتاعنا. السيستم بتاعي ان انا ما بقدرش اشتري لعيبه، انا بعتمد على اللعيبه الصغيره اللي بيبقى عندها الرغبه انها تثبت نفسها، سواء بالاستمرار معانا او انها تروح مكان تاني تتباع، يبقى في فايده للنادي وفي فايده للعيب. ما اعتقدش ان انا عندي رفاهيه ان انا اغير السيستم بتاعي. يعني في ناس كتير بتتكلم لازم تشتري، لازم تجيب لعيبه بدوري ممتاز. اتمنى طبعا اعمل كده، بس ما عنديش الرفاهيه دي، لان مهما هاخد من الشركه الراعيه يا دوب هو هيبقى زياده طفيفه عن السنه الجديده. لان في حاجه، في نقطه ما حدش واخد باله منها، ان لما انا اجيب لعيب همضي معاه 3 أو 5 سنين، سي مثلا ب 200,000 300,000 400,000 اللاعب، لا قدر الله لو جيت نزلت، العقد ده انا ملتزم بيه تاني سنه او تالت سنه، فما بقدرش التزم بيه، فكل اللعيبه بتمشي لان انا مش هقدر اغير العقود. فانا دايما بنبقى عاملين حسابنا ان احنا ما ناذيش اللاعب، ما ناذيش النادي، وفي نفس الوقت المصداقيه. يعني السنه دي الحمد لله انا معليش فلوس خالص لاي لاعب في نادي النصر، وده فرق معانا كتير قوي السنه دي يعني. طيب يعني من وجهه نظرك الكرويه، بصرف النظر عن امكانيات النادي، كم صفقه بيحتاجها نادي النصر عشان ما يبقاش الصعود ثم لا قدر الله؟ والله هو الصعود ثم لا قدر الله، ده انت هتلاقيها في الفتره الاخيره يا كابتن مدحت، الصاعدون الهابطون. لان المفروض ان السيستم يكون متغير، المفروض اللي صاعد ده بيبقى فيه دعم كبير جدا من اتحاد الكوره او الرابطه اللي المفروض هيتم انشائها، رابطه الانديه المحترفه، زي ما بيحصل بره. مش عشان النادي بس اللي صاعد، عشان المسابقه تحافظ على توازنها، ما يبقاش فيه فرق فوق قوي وفرق تحت قوي. فلحد اللحظه دي ده مش موجود، عشان كده اللي بيطلع يعني لو في اول 6 7 ماتشات عبال ما يتعود بيلاقي نفسه خلاص. والدليل على كده هتلاقي اداء طنطا والنصر التعدين والشرقيه والفرق اللي لسه صاعده، هتلاقي ادائهم دلوقتي كويس جدا، بس هم في الاول يعني عشان الامكانيات، ان هو جاب لعيبه ممكن يكونوا اول مره معظمهم بيلعبوا ممتاز الف، فعبال ما خدوا الوقت وبداوا ينسجموا كان خلاص فات اللي فات. احنا بالنسبه لنا انا اعتقد مش اقل من 15 لاعب، ان دايما كل سنه اللي بيقعد 15 لعيب، ويبقى انت محتاج 15 لعيب عليهم يعني. منهم يعني 3 افارقه. يعني اذا النادي محتاج ل 15 لاعب، وانت بتؤكد انه النادي ما عندوش امكانيه للكلام ده. طيب ايه المصادر اللي عندك التمويل غير شركه برزنتيشن؟ لا لا احنا، ما هو انا بقول لحضرتك، انا ابتديت مع حضرتك ان احنا محافظين على السيستم بتاعنا. السيستم بتاعنا ان انا باخد اللاعب الفري الصغير في السن اللي عنده طموح، فاذا انا عندي الامكانيات لده، بس انا ما عنديش رفاهيه شراء لاعب بمليون او بنص مليون او باتنين مليون. مش هنشتري، ولكن هنشتغل نفس الشغل اللي احنا اتعودنا عليه بقالنا 9 سنين. اللي بيجي لي لاعب ما بيحملنيش اي مصاريف مع نادي المرتبط بيه، انما انا لا، انا بالعكس انا عندي امكانيات لل 30 لعيب اللي انا هتعاقد معاهم، بس ما عنديش امكانيات لشراء لعيب.
مفهوم خلاص، يعني احنا وصلنا لنفس المنطق. انت يعني هتنتظر اللاعب الفري اللي هو النادي بتاعه مش عايز حاجة وهو خلاص انتهى عقده او النادي استغنى عنه، تختار بعين جيدة اللاعبين اللي ينفعوك عشان تكمل بيهم. ما عندكش حد ويلنج في قطاع الناشئين طالع؟ طبعا، وانا عندي، انا كل سنة بيطلع اتنين تلاتة، والسنة دي عندي، وخلي بالك في ناشئين كتير جدا بيجولي كل سنة، يعني سواء مواليد 96 97، دول برضو انا بعتمد عليهم اعتماد كلي. وتجربتي السنة اللي لعبناها في الممتاز كان خمس ست لعيبة جولي من انبي، والخمسة ستة اتباعوا، ودلوقتي بتروجيت والمصري ومصر المقاصة. يعني مش بالضرورة يكون لعيب كبير ونادي سابه، ممكن يكون لعيب صغير وعنده طموح، وبنقدر احنا نشتغل معاهم الشغل الفني اللي بيظهروا بمظهر كويس. هل عندك عروض لحد أندية عرضت شراء بعض اللاعبين عندك ربما يعني يعينوك في مصاريفك؟ عندي طبعا، عندي ثلاثة أربعة، أنا عندي يمكن اتنين لعيبة جايبين 31 جون، وعندي لعيب هايل مواليد 96 اسمه مروان جاي لي برضه عروض فيه، ولكن هناخد القرار فيه، لان انا مش معقول اكون محتاج لعيبه وافرط دلوقتي في اللعيبه. هشوف الصالح ايه، لو المبلغ مغري هنضطر نبيع، لو المبلغ مش مغري يبقى احنا هنحافظ على اللعيبه ونزود عليهم ان شاء الله. مين اللي طالبهم يا دكتور؟ انا عندي مصر مقصه طالبه مروان رسمي بجواب رسمي، مروان حمدي، والاثنين التانيين من خلال بروكرز انديه تانية. طبعا مش هقول بقى لان لسه ما جاليش فاكس رسمي، انما الرسمي عندي مروان حمدي اللي هو مواليد 96 اللي هو بيلعب راس حربه. اخيرا يا دكتور عمرو، الميزانيه يعني المتوقعه للكوره السنه دي هتبقى في حدود قد ايه؟ طيب انا الاول عايز اقول لحضرتك ان انا صعدت الدوري الممتاز بميزانيه 2.5 مليون. يا 2.5 مليون اعتقد دي ميزانيه فريق بيهبط. تمام. ولكن اللي وعدنا اللعيبه بيه عملناه، سواء مقدمات العقود، بدل الانتقال الشهري، مكافئات الفوز بالاجاده التزمنا معاه لحد اللحظه. يمكن مكافاه التعادل بتاع ماتش النهارده بتاع السويس اللعيبه خدتها، ما لهمش للنادي اي حاجه خالص. اذا كان ميزانيتي الصعود 2.5 مليون، فانا كل اللي اقدر اقوله لو برزنتيشن ادتني 6 7 هي دي ميزانيتي، برزنتيشن ادتني 10، وانا بقول لي برزنتيشن لان مفيش حد غير برزنتيشن موجود في الوسط، مش ما بحبش اقول الكلام متداري، اقول شركه الرعايه وشركه البث، هي مفيش غير برزنتيشن. اللي هاخده من برزنتيشن مع بيع لعيب لو خدنا قرار ان مروان هيتباع، هي دي ميزانيتي. مفيش جنيه هيتاخد من نادي النصر، لان بالعكس انا عايز كره القدم هي اللي تدي للنادي، هو ده الفكر الاحترافي. جميل. اخيرا الكابتن سيد عيد مستمر مديرا فنيا؟ ده السؤال ده عايز اجابه مني ولا انت بتسالني السؤال ده كده؟ لا بساله لك كده. مستمر يا كابتن، وانا بقى مستني السؤال ده، ان حضرتك هتعايرني اخر مره اتغلبت امتى واتغلبت، يعني لازم حضرتك، مش معقول هتعدي الانترفيو من غير ما تعايرني. لا والله يا دكتور انا اخدت قرار ان ربنا امر بالستر دايما. حبيبي يا كابتن، اشكرك يا دكتور، اشكرك وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك كابتن.